دونك واش ناخذوا في الديريكت معنا زميلنا محمد مباشره من قصر الرئاسه بقرطاج. محمد مرحبا بك معنا في باباراتزي. مرحبا بك مهدي. احنا تو فعلا في قلب الحدث، احنا تو بالضبط بيني وبين الفرقه النحاسيه اللي قاعده تعزف مناسبه الحفل الاستقبال اللي عملته رئاسه الجمهوريه على شرف حضور الدستور التونسي. الباحه اللي في خارج القصر وقابلنا بالضبط البحر العسل الغالي بتاع تونس ما شاء الله القوات البحريه. وخليكم تسمعوا شويه او كملوا النشيد تويكا حفله من سي محمد كانوا يعزفوا في اليتيا سلطاني وتو تعدي واحده اخرى. خليك تسمعها شويه في موزيك بيان سور بيان سور نعيشوا الديريكت مع جرب اسمعها بالك شي طلعها انت بيان سور. هات نسمعوها الناس كل الزوديتور الكل نتاع اي اف ام. مهدي بالراديو مرحبا. مرحبا. دونك حافله اليوم يعني احتفالات كبيره اليوم اونفان في الدستور اليوم. المطر غايب نافع وفي نفس الوقت الناس الكل البرا في الباحه البرانيه في نعرف شنو نسميوها فيروندا كبير ياسر نتاع القصر البرا يعطي على يعطي على البحر. دونك الناس الكل هنا نواب المجلس التاسيسي الحكومه الحاليه إطارات سامية في الجيش الوطني وفي الأمن. الناس كل فرحانة مال اليوم محمد. الناس كل فرحانين في القصر. الناس الكل تعانق في بعضها وهذا هو اللي دراو فيه اليوم. فما نوع كبير متاع بهجة لكن ابتداء من غدوة يظهر لي باش ترجع النقاشات الكبيرة بما أنه غدوة الأحداث إن شاء الله عرض حكومة المهدي جمعة على أمرار المجلس الوطني التأسيسي حسب الأحاديث اللي خذيناها من هوني. بطبيعة الحال الحكومة من المفروض أنها تتعدى من غير نقاشات كبيرة. وفما نحسوا انه الكلمه اللي تتعاود عند الناس الكل سواء الملاحظين ولا النواب ولا المسؤولين في الحكومه هذه انه اهم حاجه بعد الدستور هذا ماهوش هو الدستور في حد ذاته لكن الروح اللي خلقها الروح التوافقيه. وكلهم يقولوا انه على كل حال الدستور فيه جوانب ايجابيه كبيره لكن فيه زاده بعض الاشياء اللي ممكن تصلح من اكثر الحاجات اللي يحكيوا عليها الكل. توا انا قاعد نراه بيني وبين رئيس الجمهوريه المؤقت المؤسس المرزوق يمكن شي خطوتين ولا ثلاثه قاعد يصافح فيه قوات الامن وقاعد يفادلكم معاه في نفس الوقت. سلمنا عليه محمد سلمنا عليه سلمنا عليه وسلمنا على الناس الكل موجوده في الجمهوريه. سيد رئيس الجمهوريه انا وراه بالضبط توا ممكنش كلمه محمد في ديريكت ممكن سيد رئيس الجمهوريه ممكن كلمه للاذاعه. تحيه للشعب التونسي تحيه. هذا نهار مبروك للتونس الكل والدليل على ذلك انه مش عندنا فقط الدستور عندنا المطر او شوف المطر ما شاء الله عن مصر مرزوقي. انت قلت اليوم فضل قلت اليوم انه الدستور هذه هديه للاجيال القادمه وتنافسنا الصغار لو كان وضح لنا اكثر الاجيال هم اللي باش يحبوا الاحلام الفيل لان الدستور شنو الدستور مازال مشروع راهو مازال احلام انه الكرامه والتنميه هذه كلها راهي مشاريع شكون مش اذا كان ماهمش الصغار انتم شعب عظيم وافخروا بنفسكم وبشعبكم وبدولتكم. اوكي يعطيك الصحه محمد. كان معنا رئيس الجمهوريه المؤقت المنصف المرزوقي. يعطيك الصحه فريمون محمد. يعطيك الصحه فريمون محمد يعني عايشتنا التفاصيل الكل يعني اون ديريكت من القصر خاصه يعني كلمه من عند رئيس المؤقت في الديريكت. يعطيك الصحه لك اللي حتى واحد ما خذاها الكلمه هذه وفي الاخر منعت بالروح حصريا. يعطيك الصحة دونك محمد. ما شكونش بدني من رقبتي لطف عليك يا محمد لطف عليك. ميرسي على كل حال عاشك يا محمد. صار الصب الحمد لله وفما لمبيل خلينا نوصفوا للناس خاطر احنا اذا عايزين نصوروا شوية فما امبيل اكيد بيضة حمراء كيما الدم اللي يجري في عروقنا وكيما علم تونس وقدامنا بحر تونس وقدامنا قوات البحرية التونسية اللي قاعدة تخرج فيه تو فما شماريخ. انا نسمع في الشماريخ نسمع في الديريكت. البحرية التونسية قاعدة تخرج فيه بخار ابيض واحمر اللي هو يدل على علم تونس. وخليك تسمع شماريخ مهد اي كل متابعين في يعطيك الصحه. دونك محمد زميلنا محمد اون ديريكت من القصر الرئاسه بقرطاج يعطيك الصحه مشكور.